هل تعلم أن احتياطات اليورانيوم الجزائري يكفي لتشغيل جميع محطات الطاقة في الجزائر لمدة 60 عاماً كاملة دون انقطاع؟ هل سمعت من قبل عن منجم أمسمسة وعن ملايين الأطنان من الذهب المخبأة داخله؟ لكن لحظة، ماذا عن أحجار القمر التي تتساقط فوق صحراء الجزائر؟ هل تصدق ذلك حقا؟ إجابة كل هذه الأسئلة وأكثر ستجدها إن شاء الله أثناء متابعتك لنا خلال الدقائق القادمة. ثروة الشمس. تقدر مساحة الجزائر بأكثر من 2,300,000 كيلومتر مربع، تمثل الصحراء منها نسبة 80% وما نسبته 20% من مساحة الصحراء الإفريقية مجتمعة، وهي تشكل ميزة هامة للبلاد حيث جعلتها تتوفر على مخزون هائل من الطاقة الشمسية. ولذلك فمن الثابت علمياً أن معدل الإشعاع الشمسي في أنحاء الجزائر يتراوح ما بين 2,000 و3,900 ساعة سنوية، وهذا يجعل الجزائر من أهم الدول المرشحة للسيطرة على مجال الطاقة الشمسية مستقبلاً، رفقة مصر التي يتجاوز معدل إشعاعها الشمسي يومياً رقماً خرافياً، حيث يعادل إنتاج 4 مليار برميل بترول، أي أن الأشعة التي ترسلها الشمس لمصر يومية تعادل طاقتها 4 مليار برميل من النفط. ولهذا فمصر ستكون على قمة منتج الطاقة الشمسية مستقبلا بلا منازع. عزيزي المشاهد، لا تبخل علينا بإعجابك بالفيديو والاشتراك في القناة، وكن دائما مع المهندس الإخباري الذي يقدم لك قيمة بصوت هندسي. ولأن الطاقة الشمسية ستغير خريطة العالم الطاقوية مستقبلا، فالجزائر تريد اللحاق بهذا القطار منذ المحطة الأولى. فحسب تقرير لمنتدى الطاقة العالمي، فسوف تستحوذ الطاقة الشمسية بالفعل على نسبة تتراوح ما بين 30 و40% من الكهرباء المنتجة في الجزائر بحلول عام 2030. فالجزائر قطعت بالفعل حاليا خطوات عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. فبلغة الأرقام، توفر الجزائر كبلد منتج للكهرباء قدرة إنتاج تزيد على 25,000 ميجاوات بمتوسط حاجة يبلغ 12,000 ميجاوات، وذروة لا تتجاوز 17,000 ميجاوات، أي أن هناك فائض إنتاج يساوي تقريباً 10,000 ميجاوات يومياً، وهذا الفائض يتم طرحه للبيع في السوق الإقليمية. ولكن ما هي الدولة الرئيسية التي تستفيد بشكل مباشر من فائض الطاقة الكهربائية النظيفة في الجزائر؟ الإجابة هي إيطاليا، وذلك عبر كابل بحري ضمن استراتيجية التعامل مع الاتحاد الأوروبي في مجال توسيع الشراكات الجزائرية الأوروبية خارج نطاق الغاز الطبيعي. وبذلك ستتحرى إيطاليا من ضغوط موسكو السياسية التي تمارسها على روما وأوروبا بأكملها اعتماداً على احتياجهم للطاقة. فالجزائر ستحل محل روسيا في السوق الإيطالي خلال سنوات قليلة إن شاء الله. هدايا السماء. انتشرت مؤخراً أخبار تفيد بأن مجموعة من النيازك يقال إنها قطع من القمر عثر عليها في صحراء الجزائر عام 2022، وقد عرضت للبيع على الإنترنت بأسعار باهظة. فهل حقاً تحتوي الجزائر على كمية كبيرة من النيازك؟ أم أن في الأمر خدعة ما؟ بالفعل، تم التأكد من صحة تلك الأخبار، وتم إثبات أن الأحجار التي عثر عليها يبلغ مجموع وزنها نحو 15 كيلوغرامات، وقدرت قيمة كل واحد من العشرة من الجرام بنحو 13 دولار، وعليه فإن النيزك الذي يزن 15 كيلوغرام سيكون ثمنه أكثر من 1,000,000 دولار. والمفاجأة أن علماء الجزائر المتخصصين في الجيولوجيا أكدوا بما لا يدعو مجالاً للشك أن تلك النيازك هي أحجار قمرية، أي أنها أجزاء حقيقية من القمر. والمدهش أكثر أن صحراء الجزائر غنية بتلك الأحجار الثمينة، ففي عام 1991 تمكن فريق من الخبراء الألمان من اكتشاف منطقة في الصحراء الجزائرية تسمى العرق الأصفر، تقع غرب منطقة عين صالح بجنوب الجزائر، واستطاعوا جمع نحو 450 نيزكة، وهي من أهم النيازك المعروفة حالياً في أوساط العلماء في العالم. بل إن الجمعية الجزائرية للفلك وعلوم الأرض تؤكد أن في الصحراء الجزائرية أكثر من 10,000 قطعة نيزكية. وبالمناسبة فهذا الرقم الضخم قابل للارتفاع، ولكن الخطر الذي يهدد هذه الثروة الهائلة يكمن في التهريب.
فقد ازدهرت مهن جديدة في الصحراء الجزائرية على غرار المتاجرة في النيازك خارج نطاق القانون، حيث وصل سعر الجرام الواحد من تلك النيازك إلى 30,000 دينار جزائري، أي نحو 220 دولار. فكيف ستتصدى السلطات الجزائرية لهذا التهديد الخطير الذي يستنفذ مواردها الثمينة غير المتجددة؟ مناجم الذهب الجزائرية. للأسف تتذيل الجزائر ترتيب الدور المنتجة للذهب في القارة الإفريقية، وذلك لأن مناجم الذهب الجزائرية لا يتم استغلالها بالصورة الصحيحة. ولذلك أعلن وزير المناجم الجزائري محمد عرقاب في لقاء تلفزيوني بث عام 2021 عن وضع خطة حكومية وطنية للنهوض بتعدين الذهب في الجزائر عبر مرحلتين. المرحلة الأولى تتمثل في الاستغلال الحرفي للمناجم، أي أن التنقيب سيتم بأيدي الشباب الجزائري، وستدفع الحكومة مكافآت ورواتب مجزية لفرق التنقيب التي تكتشف كميات أكبر من خام الذهب. أما المرحلة الثانية فهي تتمحور حول الاستغلال الصناعي للمناجم، وسيتم تنفيذها مستقبلا. وبالطبع فأهم المناجم الجزائرية المعنية بهذا التطوير هو منجم أمسمسة الواقع أقصى جنوب الجزائر، حيث تبلغ احتياطات الذهب فيه قرابة 3.38 مليون طن، وسيتم تطبيق نفس الخطة مع منجم تيراك التي تبلغ الاحتياطات به 730,000 طن. أما كمية الذهب الفعلية المتواجد في الجزائر حاليا فقد كشف العديد من المختصين عن أن الجزائر تمتلك مخزونا كبيرا من الذهب قدروه ب200 طن، وهذا بالطبع قادر على خلق ثروة صافية بقيمة 10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد الجزائري. فهل ستستطيع الحكومة الجزائرية استغلال هذه الثروة الضخمة من المعدن الأصفر، أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه؟ اليورانيوم الجزائري. أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في تصريحات سابقة أن الدراسات العلمية والجيولوجية في الجزائر اكتشفت وجود الفضة والرصاص والنحاس واليورانيوم والحديد، بالإضافة إلى معادن نادرة أخرى. وأوضح الوزير أن تربة الجزائر تمتلئ أيضاً بالأحجار الكريمة باهظة الثمن مثل الألماس والتوباز، ولكن لماذا كل هذه الثروات لم تخرج للنور حتى الآن؟ ورداً على هذا السؤال قال الوزير إن تطوير المشروعات التعدينية يتطلب مدة طويلة من النضج بين 10 إلى 20 عاماً، بداية من التنقيب ثم الاستكشاف الأولي ثم تفصيل الأهداف ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وصولاً إلى استغلاله. لكن العنصر الأهم الذي يبحث عنه الجميع اليورانيوم، والذي بلغت احتياطاته المؤكدة في الجزائر القابلة للاستغلال حوالي 29,000 طن، وتلك الكمية تكفي لإمداد الجزائر بالطاقة لمدة 60 عاماً كاملة دون انقطاع ولو للحظة واحدة في حالة استخدامه في الأغراض المدنية السلمية. فلماذا لا يتم تعدين هذا العنصر حتى الآن في الجزائر؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.